بعد ما شفنا طرق تعالوا نعرف درجات الحرارة، بس احنا عم بطل نقول درجات الحرارة، والمفروض في زميلة جديدة اعتقد ان انتوا هتفتكروها لان شفتوها في الافتتاح لما كنا مع عمرو اديب، نيرفانا العبد المذيعة الصغنونة اللي كانت ظاهرة معانا وكل قاعد يسأل عنها. النشرة الجوية هتقولها نيرفانا العبد، اعتقد النهاردة أول مرة. أول مرة النهاردة هنشوف نيرفانا العبد والنشرة الجوية، تعالوا نشوفها. تعالوا نشوف. مشاهدينا والآن موعدنا مع نشرة جوية جديدة. الطقس معتدل على السواحل الشمالية ويميل إلى الحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد. وننتقل إلى حالة البحر ونبدأها بالبحر المتوسط، فحالته معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين وريح السطحية شمالية غربية. أما عن البحر الأحمر فحالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف وريح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لسرعة الرياح فتبلغ في الوجه البحري 11 عقدة في الساعة، ومتوسط الرطوبة يكون ما بين 40% للصغرى و70% للكبرى. أما في جنوب الصعيد تصل سرعة الرياح إلى 10 عقدة في الساعة، ومتوسط الرطوبة ما بين 15% للصغرى و30% للكبرى. ونستعرض مع المشاهدين بيانا بدرجات حرارة محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل الكبرى 31 والصغرى 22، حيث الغيوم المتفرقة نهارا ويوجد ضباب خفيف ليلا. والإسكندرية تسجل الكبرى 29 والصغرى 23، والجو غائم جزئيا نهارا ويسوده غيوم متفرقة ليلا. وفي بورسعيد تسجل الكبرى 29 والصغرى 24، حيث الغيوم المتفرقة نهارا والجو غائم جزئيا ليلا. وفي أسيوط تسجل الكبرى 31 والصغرى 19، والأجواء صافية نسبيا نهارا وصافية تماما ليلا. وفي المنيا تسجل الكبرى 31 والصغرى 19، حيث الغيوم المتفرقة طوال اليوم. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 34 والصغرى 26، والأجواء حارة نهارا وصافية ليلا. أما في أسوان تسجل الكبرى 36 والصغرى 22، والجو حار نهارا وصافي ليلا. وفي الأقصر تسجل الكبرى 35 والصغرى 22، والأجواء حارة نهارا وصافية ليلا. وأخيرا في حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 31 والصغرى 25. وبالنسبة لحالة الطقس في الدول العربية لا تختلف كثيرا عن حالة الطقس بمصر، حيث تبقى حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام. ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية ونبدأها بطرابلس، حيث تسجل الكبرى 29 والصغرى 21. أما في دمشق تسجل الكبرى 33 والصغرى 14. وفي الرياض تسجل الكبرى 38 والصغرى 21. وفي صنعاء تسجل الكبرى 27 والصغرى 13. وفي الجزائر تسجل الكبرى 26 والصغرى 18. وأخيرا في أبوظبي تسجل الكبرى 40 والصغرى 29. وبذلك تكون قد انتهت نشرتنا الجوية، وفي لقاء آخر من أونلايف. شايف النشرات بتتقدم ازاي يا محمد؟ في فرق يعني. بالظبط. شكرا نيرفانا، شفنا النشره الجويه بشكل جديد، بشكل مختلف، وحاولنا كده نشوف حاله الطقس مش بس في مصر، كمان في بعض المدن والعواصم العربيه. يا رب كده يوم جميل وطقس النهارده 31 على فكره، درجه الحراره بدات تنزل يعني بقى لها كام يوم، 4 3 2 ورطوبه، اهم حاجه الرطوبه، فشيء لطيف جدا. يومكم حلو يا رب النهارده ان شاء الله، وجو جميل. نروح